النهارده ذكرى ميلاد الممثل القدير صلاح نظمي. الحقيقه انه برع في تقديم اداء ادوار الشر في السينما المصريه، وكان صاحب مدرسه في الاداء الفني. الفنان الكبير صلاح نظمي قدم مجموعه كبيره من الافلام، من اشهرها عصابه حماده وتوتو، على باب الوزير، اتنين على الطريق، الجحيم، ابي فوق الشجره، شيء من الخوف، الرجل الثاني. توفي في 16 ديسمبر 1991 عن عمر ناهز 73 سنه. تحل اليوم ذكرى ميلاد حلاوة العنتبلي الذي تفوق في أدوار الشر وحجز مكاناً له في أذهان الجمهور، هو الفنان صلاح نظمي الذي ولد في منطقة محرم بيك بمحافظة الإسكندرية في مثل هذا اليوم عام 1918. إيه ده؟ أنت بتقش بالشايب؟ ولد يا أخويا، ولد ولد يا سعادل، أصل الولاد بتقش كل حاجة. الشايب لا، الشايب ما يقشش. تخرج الفنان صلاح نظمي في مدارس أمريكية، ومن بعدها كلية الفنون التطبيقية، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج فيه عام 1946، وكان يجيد اللغتين الفرنسية والإنجليزية بطلاقة، حتى إنه شارك بالعديد من الأفلام الأجنبية. أنا بلجأ للصحافة، للحريات. بدأ صلاح حياته الفنية على المسرح مع المطربة ملك، وعمل بعدها مع فرقة فاطمة رشدي ومسرح رمسيس، كما يعد من أبرز الفنانين الذين أجادوا أدوار الشر بالسينما المصرية، واشتهر بالعديد من الأدوار المساعدة. بلغ إجمالي أعمال الفنان صلاح نظمي ما يقرب من 300 عمل فني، وحصره المخرجون في أدوار الشر. طب أخويا، أحب أعرفك بقى بحلاوة به العنتابلي. إحنا ولا فخر، مليونجي، عم جزرين، ملك اللحمة. عارف هي ايه اللحمه؟ عاش صلاح نظمي مع زوجته الارمنيه ما يقرب من 40 عاما، وانجب منها ابنهما الوحيد حسين، وكان من اوفى الازواج، حيث اصيبت بمرض نادر على مدار 30 عاما جعلها قاعده على كرسي متحرك، ورفض التخلي عنها حينما طلبت منه الزواج باخرى. وبعد رحيلها تاثر كثيرا واصيب بحاله اكتئاب، ومكث لاشهر في العنايه المركزه تحت ملاحظه الاطباء، حتى توفاه الله في 16 من ديسمبر عام 1991 عن عمر ناهز 73 عاماً.